يلا يعطيك العافية، نرجع نكمل نشوف أفكار متوقعة زي ما حكينا، مثلا هذا السؤال أو سؤال ثاني على توهنش، الفكرة بتوهنش يعني يا هذا 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 أجب زماناته، خلينا نحله. أو أجا آه هذا أجا مندي بتذكر. هذا السؤال كعندي أوجد الرياكشن من عند A و B و D، بس يعني هو بده الرياكشن والأف، بده الرياكشن السبورتات يعني الرياكشنات اللي جوا بده شيء يعني، بس أنت لما تحل إجباري إنك توجدهم. لازم تعرف شغلة واحدة كامتحان مالتيبل تشويس، ما راح يجي هذا السؤال اني احله كامل، شو راح يجيك؟ راح يجيك مثلا وجد لي رياكشن هذا، او وجد لي رياكشن بالنص مشان ما تحلش السؤال كامل، يعني وجد لي رياكشن دي. فاحنا قبل ما نحل بس دائما لما يكون عندي بيم فيش جهه في الدايجرام ما بدك تفصل، راح تفصل عند كل هنج، يعني عند هذا الهنج بدك تفصل وعند هذا الهنج بدك تفصل. فشو بتعمل انت؟ بتروح تفصل الجزء الاول الجزء الثاني بين الهنجين والجزء اللي ظل. دائما لما يكون عندي تو هنج بيطلع عندي ثلاث اقسام، فعندي هنا اف واي اي واي، هون بتطلع معي الاي واي، وعندي هون الدي اي الدي واي، وعندي هون راح تكون سي اكس، عندي هون سي اكس بي واي اي واي. بدي اطلع انا فعليا يعني الاسهم اللي راح احط عليهم دائره حمراء، بده هذا هو وبده هذا وبده هذا وبده هون، هذا اللي بده اياه بالكتاب. فهي 8 عندي هاي التركيز، بعد التركيز 2 في 12 كم؟ 2 في 12 24، 24 ب 12 ونصها 6 يعني هون هاي 24، هاي بعد التركيز وهي المسافة 6. تمام. فعندي هذا السؤال كيف بدي احله؟ بكل بساطة فهي 8 بتكون هاي 4 وبتكون هاي 4، فبالتالي هاي 4 بعدين بحكي مجموع المومنت عندي السي، مجموع المومنت هون بتساوي زيرو، راح احكي عندي 4 في 6 تساوي دي واي في 4، فبتطلع معي دي واي تساوي 6. هي طلعت الرياكشن عند دي واي، فطلعت الرياكشن عند اف واي ودي واي، ضل عندي هسه لما طلعت هاي 6، فاذا هاي 6 وهاي 4 قديش بضل هاي؟ هاي بتصير 2 لتحت، فاذا هاي 2 لتحت هاي تكون 2 لفوق. يلا شو بعمل هسه؟ بحكي مجموع المومنت عند البي، بطلع هاي، بطلع الاي، بحكي سيجما اف واي، بطلع هاي. خلص السؤال، بدناش نطول عليهم، بدنا نبلش في شابتر 3. بس الفكره لما يكون عندي تو هنج بنفصل عند الهنج الاول، بنحل الجزء اللي فيه مجاهيل اقل، بعدين نفصل بين الهنجين بنوجد، بعدين بنفصل اللي فضل. تمام، شو في افكار ثانيه على هذا الموضوع؟ دائما دكتور بدك تعرف انه راح يجيب لك سؤال. نفتح دوكيومنت زي هيك. الدكتور الاسئله اللي ممكن يجيبها خذوها مقترحه، تعتبر اسئله ممكن تيجي مثلا زي هيك. لاحظ واحد اطول من الثاني مشان تنجبر انه ما توجد يعني مشان تعمل زي ما عملت قبل شوي، مثلا حط لك بديش احط لك هنج هون، بحط لك ماشي احط لك هنج هون، او بديش احطه هون، بس بدي احطه هون برا. تمام، اعرف انه بده يجيب لك ثلاث شغلات غالبا، مش اكيد، يجيب لك مثلا مثلث، يجيب لك مومنت. تمام، يجيب لك مومنت مثلا، يجيب لك لود افقي. تعرف انه هاي الشغلات بيجيب لك اياها بدل المثلث، ممكن يجيب لك مستطيل. انت عندك احتمالات كثير لهي الشغلات، فانا جاب لي فريم زي هيك جانب كويز، طب هذا الفريم ليش ما اقدر احله؟ انت بعد ما حضرت الفيديو الاول وبلشت بنص الثاني اللي هو هذا السؤال ليش ما بتعرف تحله؟ طلبت منك مثلا هذا، بس هذا طلبت منك، حط لك سهم هذا بدي اسميه سي، هذا تسميه سي واي، طلبت منك بس نفصل هون، هون بدك تضطر تفصل، راح تسالني ليش؟ أريح. لانه عندك هون سي اكس وسي واي، اي اكس واي، بس لو بدك تاخذ مومنت هون ما بطلع معك، بدك تاخذ مومنت هون ما بطلع معك، سيجما اف اكس ما بطلع معك، سيجما اف واي ما بطلع معك، فاجباري بدك تضطر تفصل، فشو بتروح تعمل؟ تروح تمسك الدائره هاي بتفصل عندها، فعندك الشكل، عندك الشكل صار زي هيك، صار عندك سي واي هسه. هذا برضه لما بدك تيجي تحل لسه عندك مجاهيل، بدك تضطر ترسم الجزء الثاني، هاي الجزء الثاني في
فين the curve؟ The curve هاي هنا تمام. طيب صار عندك زي هيك، طبعا اللودات لا تهمونوش اللودات، عندي صار هذا الشكل. هسه هذا الشكل لو بدي احله كيف بدي احله؟ صعب شوي مش سهل. انا صراحه زودت العيار بالسؤال. بكل بساطه بدك تطلع معادلات بدلاله بعض. السؤال سؤال ما راح يجي، تضاف قاعده ما راح يجي. شوي انا صراحه معادلات بعض صح؟ راح تحلهم تضطر معادلات المجاهيل. كيف يعني معادلات المجاهيل؟ يعني بدك تحكي لي هاي سي اكس سي واي بي اكس بي اي بي اكس، بدك تطلع علاقه مثلا بين الاكس والاكس، لما تيجي لهون تطلع علاقه ومعك انت من الشكل الرئيسي وتحل. هذا السؤال بدك تحله بدك تطول، السؤال بينحل. ديتيرمنت ديتيرمنت مش تحكي مش ديتيرمنت ديتيرمنت، بس اذا بدك تحله بدك تحل معادلات بمجاهيل، ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل غالبا راح تحل، غالبا مش اكيد، او تعمل حذف وتعويض. انا بالفيديو ما عناش وقت انه نحله، يمكن اكتبه على ورق واحله. بس بدي تعرف شغله واحده، تعرف انه هون لو بدك توجد مثلا المومنت عند الاي هذا تركيزه هيك، هذا تركيزه هيك، هاي المسافة ال على ثلاث وهاي اثنين ال على ثلاث، اللي هي لو هذا كامل ال، ال ليش ال على ثلاث من هون عند الزاوية القائمة؟ بدي تعرف هذا المومنت ما بتضربه بمسافة، والمستطيل هذا تعرف كيف تشتغل فيه. ولكن لو لو هذا السؤال نفسه، هذا السؤال نفسه شل لك الدائرة، حط لك الدائرة هون هون، بصير سهل شوي. كيف بصير سهل؟ بتاخذ الجزء بصير سهل جهتين بالحل، بس بصير اسهل، بصير انه اسهل. بصير عندك هاي هون عندك هاي هيك مثلا، وعندك هذا اللود، خذ المومنت هون بتطلع بي اكس بتطلع سي اكس، بعدين خلص بتطلع الافقيه، يعني بتطلع الرياكشن الافقي، بعدين لما تسكر الشكل بتطلع الرياكشن اللي هون. لما صار معك زي هيك بتيجي زي هيك، هذا معك وهذا معك، فايش بتعمل؟ سيجما مومنت عند الهنج تساوي زيرو، بتطلع انت ايش؟ بتطلع هذا، بتطلع هذا. في طريقه ثانيه كمان بدل ما تفصل، خلينا نشرحها على السريع، هي مش المفروض نشرحها عشان خلص انا علمتكم على الفصل، بس الشكل زي ما رسمته قبل شوي لو كان هون تقدر تحله. راح تحكي لي كيف بقدر احله؟ بقدر اقول لك انه خذ مجموع المومنت، لو سمي هاي النقطه بي، مجموع المومنت عند البي من اليسار يساوي زيرو، مجموع المومنت من اليمين يساوي زيرو، بعدين مجموع المومنت عند سبورت بيساوي زيرو، بنحل اسرع معك بدون ما تفصل. كيف يعني مجموع المومنت من اليسار بيساوي زيرو؟ يعني امسك الجزء اليسار لحاله، حكي مجموع المومنت عند البي بيساوي زيرو، بطلع احكي لك انه عندي اي واي في مسافه مثلا بالسالب مثلا، زائد اي اكس مثلا في مسافه افرضها 2L، افرض اي مسافه يعني، زائد اللود بي مثلا في ال، ال يعني مسافه شو ما كانت، وهذا بعدين المستطيل سميه مثلا دبليو في ال على 2، بعدين زائد دبليو في ال على 2 في المسافه مثلا ال على 3، ايش بعمل؟ بساوي زيرو، بطلع معادله بدلاله اي واي وبدلاله اي اكس، بعدين بتروح تعمل ايش؟ مجموع المومنت من الرايت بيساوي زيرو. بحكي عندي هاي سي اكس وعندي هاي سي واي، بحكي سي اكس في رقم زائد سي واي في رقم زائد المومنت هذا بيساوي زيرو، فعندي صار سي اكس سي واي اي واي اكس. بعدين شو بعمل؟ بحكي مجموع المومنت عند الاي بيساوي زيرو، فبطلع علاقه بين سي اكس وسي واي. لما اطلع علاقه بين سي اكس وسي واي بحطها هون، بطلع سي اكس وسي واي، بعدين خلص فرط السؤال، صار معك اثنين رياكشن. يا بترجع بتعيد نفس العمليه، بتاخذ مجموع المومنت عند الاي بتحط علاقه بين اي اكس وواي بتطلعها، او خلص تيجي هون بتحكي سيجما اف واي تساوي زيرو، انت طلعت سي واي فبتطلع اي واي، او مجموع اف اكس تساوي زيرو، اي اكس معي سي اكس معي، خلص السؤال. فبالتالي هذا السؤال لما قبل شوي كان صعب، تقدر تحله بطريقه ثانيه، انه خذ المومنت يمين ويسار الهنج، مومنت يمين يعني بس الجهه اليمين اللودات اللي على اليمين، مومنت يسار اللودات اللي على اليسار. بس تقريبا هذا الشابتر انتهى، خلينا نبلش بشابتر جديد.
تمام. شابتر 3 بيقول لي analysis of determinate truss. طبعا مثل ما تعلمنا بالستاتيك شابتر 6 احنا تعلمون نفس الامثله ونفس الارقام، يعني اللي برجع شابتر 6 ستاتيك فالصه، بس شو في فرق هون؟ في فرق هون ان بدي اوجد الديترمنسي قبل. احنا هون هسه بهذا الشابتر بهذا الفيديو راح نتعلم كيف نوجد الديترمنسي للترس. طبعا انواع الترس اللي اسماء الروف ترس الهو ترس والسوالف هاي، معلش في هذا شويه كتاب ناقص، خلينا نروح كتاب ثاني بس نسخه 9 ونسخه 9. ايش نسخة 9؟ ضايعة. الكتاب معي نسخة 9 بودي لك اياه. معي انا بس مش عارف وين اروح. مش مشكلة يعني. حط كتاب ثاني مش مشكلة. تمام. لو نرجع للتراس. نرجع للتراس. لو عندي ترسات زي هيك، هاي هاي انواع التراس. عندي الهاو تراس بسموه هيك بكون شكله، البرات تراس كذا، الورد تراس، فاكر كي تراس كيت عم تعلمنا فيها. انا اسماء الترسات زي هيك كينج بوست تراس، هاي الاشكال كلها شفتوها بالحياه، فهي الاشكال بالواقع. فبيحكي لي هون التراس في عليه تنشن وعليه كومبريشن، اللودات يعني ممكن تكون تنشن ممكن تكون كومبريشن. ففي عندي اول شيء الديترمنسي، الديترمنسي نرجع لكتابنا مالناش بكتب الثانيه ملفات ناقصة هيك شوي. عندي الترسات، احكي لي. طب انا بدي اشرح الترسات لحالي، بديش كتب. احكي لي بالترس لازم يكون عندك مشان توجد الديترمنسي. الديترمنسي ترس تمام. لما اوجد الديترمنسي للترس بقول لك لازم كالعاده اذا كانت عدد المعادلات اكبر من اكبر من عدد المجاهيل بالتالي بيكون انستيبل، واذا كان عندي عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل يكون ديتيرمنت، مش شرط ستيبل. عدد المعادلات اقل من عدد المجاهيل يكون indeterminate. تمام. احنا هيك وهي المعادلات العامة. طبعا الـ unstable كيف تعرف اذا كان determinant stable او indeterminate stable او unstable؟ نفس قوانين البيم. كيف يعني نفس قوانين البيم؟ يعني اذا في عندي truss مثلا، نرسم truss مثلث زي هيك، كان عليه مثلا رولر ورولر، اقول لك هون reaction متوازي، فبالتالي ايش؟ بالتالي هذا انستيبل، ماليش بعدد مجاهيل هاي، انستيبل. لو كان عندي الترس نفس الطريقة، كان عندي يعني شغلات اللي الشغلات اللي طبقناها بشابتر 2 نطبقها برضه بشابتر 3. كان عندي زي هيك والتقوا بنقطة برضه انستيبل. طيب هاي الانستيبل اللي بتكون بسبب الرياكشن، خلينا نكتب كتاب احنا unstable or unstable from reaction. يعني اذا كان هو stable او unstable from reaction بسموه external external stable or unstable. تمام. يعني إذا كان الستيبل أو الانستيبل من الرياكشن بسموه external stable or unstable. إذا كان عندي الستيبل or unstable from members يكون هذا اسمه internal stable or unstable. طب وش تحكي لي شو الانترنال؟ بكل بساطة بحكي لك الانترنال، إذا عندي الممبرات، الممبرات ما شكلوا لي شكل مثلث بيكون انستيبل. خذ قاعدة، أي ترس ما في مثلثات هو انستيبل. تمام؟ مثلث زي هيك، مثلث إن شاء الله معاق زي هيك. المهم مثلث، ما في عندي مثلثات وكل أو يعني كل ثلاث ممبرات مع بعض ما عملوا لي مثلث فهو انترنال انستيبل، حتى لو في مليار رياكشن. تمام؟ لو كان ما في مثلثات، لو كان مثلثات في رياكشن مقبولات بيكون ستيبل، انترنال اكسترنال بقدر أكمل. بس عدد المجاهيل وعدد المعادلات،
نيجي لعدد المجهول وعدد المعادلات. إذا كان عدد الممبر عدد الممبر زائد الرياكشن، هذول شو بسموهم؟ هذول بسموهم المجاهيل، تمام؟ وعندي عدد الجوينت ضرب 2 بسموهم عدد المعادلات، تمام؟ يعني أنا مش هسه هون حكيت لك إذا عدد المعادلات أكبر من عدد المجاهيل يكون unstable. شو يعني عدد المعادلات أكبر من عدد المجاهيل؟ يعني عدد الجوينت ضرب 2 أضرب من أكبر من الممبر زائد الرياكشن معناه unstable. إذا كان عندي عدد الجوينت ضرب 2 بيساوي عدد الممبرات زائد الرياكشن فهو stable. إذا كان عدد الجوينت ضرب 2 determinacy عدد الجوينت ضرب 2 أكبر أقل من الرياكشن زائد الممبر فبكون indeterminate. والستيبل وانستيبل قلنا حسب المثلثات. هاي الملاحظات اللي كاتبها خلينا نطبقها، نرجع للكتاب. نيجي لهاي الترسات، نيجي لهاي الترسات نشوف إذا هو ستيبل أو انستيبل. نيجي لهذا، هذا الترس. لاحظ أول خطوة بتطلع الرياكشن، ثري رياكشن معناته إيش؟ أموري تمام من الرياكشن، هم يعني ستيبل إكسترنال، هذا ستيبل إكسترنال، تمام. بالنسبه للانترنال روح امسك لي كل ثلاث ممبرات، هاي مثلث، هاي مثلث، هاي مثلث، هاي مثلث، هاي مثلث، فبالتالي هذا برضه ستيبل انترنال. شو ضل علي هسه؟ بدي افحص عدد المجاهيل وعدد الممبر. كل نقطه، نقطه تمثل جوينت، جوينت يعني 1 2 3 4 5 6 7. 7 في 2 كم؟ بيساوي 14. انا لازم يكون عندي عدد الممبر زائد الرياكشن بيساوي 14. يلا نروح نمسك الممبرات. اسهل طريقه للعد، عد الافقي، عد العمودي، بعدين المائل. هون ما فيش ميلان فخلينا هاي. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وعندي 3 رياكشن برضه 14. يعني بحكي 11 زائد 3 رياكشن بيساوي 14. هذول بيساوا بعض، معناته هذا الديتيرمنت ستيبل، ستيبل. يعني ايش هذا السؤال؟ بقدر احله بجوينت ميثود او سكشن ميثود. نيجي للي جنبه، لاحظ كل مبين انه هو هسه بتحكي لي هذا مش مثلث. هسه هو منطقيا مبين انه مش مثلث، بس هو مثلث، اعتبره مثلث. يعني هذا ستيبل، بي ستيبل ولا مش ستيبل؟ دقيقه بدي اشوف، مش عارف هذا الشكل صراحه غريب كثير. ثلاثة احتاج A، ثلاثة احتاج B، مش مكتوب هذا شنو الترس، مش مشكلة. بس أنا نجري مع بعض، هذا كله مثلثات بالتالي ممكن يكون ستيبل أو لا. نجري الرياكشن، رياكشن مقبولات، عندي 3 رياكشن. بعدين عدد الممبر، كم عدد الممبر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طب راح تحكي لي ليش هذا ما اعتبرته ممبر وهذا ما اعتبرته ممبر؟ هسه هون بالنص ما في برغي، لو في دائره هون بدي احتار هون منبر وهذا منبر، ولكن لو ما كان عندي نقطه بالنص فهذا كامل منبر وهذا كامل منبر وهذا كامل منبر. فبالتالي كم منبر عندي؟ عد عدد الشحطات 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبالتالي عندي 12. عندي الجوينتات 1 2 3 4 5 6 6 في 2 12، معناته هذا ستيبل ديتيرمنت. شوفوا كيف انه النقطة بتأثر، النقطة بتأثر. طيب هاي القاعدة اللي أنا حكيتها، امسكوا من الرموز، لاحظوا في مثلثات كل مكان معناته ممكن يكون ستيبل أو لا، ولكن لاحظ انه هون هذا وهذا وهذا بمروا بنفس النقطة، إيه معناته unstable reaction. أما هذا parallel reaction برضه unstable، نفس اللي حكيتهم قبل شوي زي اللي حكيتهم بالبين. طيب نيجي لهون الـ internal stability زي ما قلت لك. لو ما كان عندي مثلث، لاحظ هون هذا هذا مربع في مثلث، لا هذا انستيبل مباشره، انترنال انستيبل. تعال هون هذا مثلث، هذا مثلث، هذا مثلث، هذا ستيبل. تعال هذا كله مثلثات، هذا ممكن ستيبل او لا. شو مكتوب هذا؟ اكسترنال نود كانه ستيبل، كانه اقراه، تمام.
هذا كله مثلثات ممكن يكون ستيبل او لا، ظل عندي السبورتات مش مبين الرياكشن، وين الرياكشن موقف مش معروف. نيجي لهون طلع هذا مثلث 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 كله مثلثات، فممكن يكون ستيبل. هو انترنال ستيبل، اكسترنال قال لي برضه بالنظر هو انترنال ستيبل. كيف بالنظر؟ يعني مثلثات. شوف اللي تحته هذا سي سي حكي لك internal stable في مثلثات بكل مكان. دي طلع دي راح تحكي لي هذا مثلث، أقول لك تمام، حكي لك هذا مثلث تمام، هذا مثلث تمام، هذا مثلث تمام. اللي بالنص معين، اللي بالنص معين مش مثلث، internal unstable. هو external stable تمام، بس بالنص internal stable ممنوع تحله. نيجي لهون، هذا مثال، هذا المثال أجيب مد structure one. هذا المثال طلع هذا مثلث أموري تمام حلوة، هذا مثلث ولكن هذا معين unstable لا تحاول فيه. فدائما الانترنال ستيبلتي حسب عدد المثلثات. شوف هون هذا كله مثلثات أموري تمام، ولكن هسه شو بدنا نشوف؟ نشوف عدد الجوينت وعدد الممبر. عندي الرياكشن ثلاث بتزيد عليهم عدد الممبر، تعدل افقيات أول واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، عد العموديات واحد اثنين ثلاث، عد المائلات واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة. هذا كم بيساوي؟ ثلاثة خمسة ثمانية، وثلاثة احداش، وسبعة ثمنتاش. عدد الجوينت عندي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. تسعة في اثنين كم؟ ثمنتاش برضه، هاي ثمنتاش. 18 بيساوي 18 اه، فهذا stable determinant وstable external وstable internal. يجي لها هذا بكل مكان في مثلثات اموري تمام، الرياكشن بيلتقوا بنقطه لا، انه هذا اكس وهذا اكس خلص حلت. فايش عندي انا؟ عندي اربع رياكشن زيد الممبرات. كم الممبرات عندي؟ ممبر 2 3 4 5 6 7 يساوي 11. شوف الجوينت، جوينت جوينتين 3 4 خمسة، خمسة في اثنين كم؟ عشرة. عدد المجاهيل أكبر من عدد المعادلات واحد، معناته indeterminant first order. زي هيك بتحل. طبعا بالمد بكوز أول كوز structure one بالصيف الماضي كان داخل التراست trust instability instability، فجاب لكم طالب بس trust معين يعني بدك راجع. هذا جواب اتذكر. عندي 3 رياكشن، 3 رياكشن، عدد الممبرات يلا بلشت. لاحظ انه بالانصاص ما في نقاط، فكل شخطه ممبر خلينا نعدهم مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. عندي 21 ممبر، فكم الناتج؟ عندي 24. يلا نيجي للدوائر، عد الدوائر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 في 2 كم؟ 24. هذا ديتيرمنت، يعني هذا انت بس تاخذ الجوينت سكشن ميثود تقدر تحله كامل، ولا منبر تقدرش توجده، كله بتقدر توجده. هذا حلو عادي، عد وحد. فهاي ترسات، كل طالب جاء سؤال اقسم بالله يا اخوان. الصيف الماضي دكتور ياسر جاب لها جاب هذا وجاب هذا، كل طالب نموذج، كل طالب سؤال، عد والله العظيم. هي والله انا لعبت اولاد صغار، عد. طب هذا الترس بدون ما تعد انستيبل، ما في مثلث هون، هذا لا يعتبر مثلث، هذا انستيبل. ها خلينا نجمع بعض، خلينا نشوف انا هذاك السؤال 13.4 اذا انه ستيبل ولا لا. هذا انستيبل، ثلاث بوينت أربعة. شوف صورة رقمها بي، بي انستيبل مباشرة، انستيبل بدون ما تفكر، ما في مثلثات. هذا مش مثلث سي، بقول لك لا دقيقة. باينسبشن هو ستيبل انستيبل
هو بيقول لك انه هذا ستيبل بس النت فصل مش عارف ليش هذا حاطه ستيبل بس هو المفروض صح المفروض ان ستيبل عشان ما فيش مثلثه المفروض ان ستيبل هو بيقول لك من النظر هو ستيبل ترى عادي مش شرط دائما المانيوال ممكن يخطا هذا طلع هذا ما في هذا بقول لك من النظر دي external unstable ليش external unstable هذا عندي اثنين رولر فبالتالي unstable فأنت عد يعني بالامتحان عد هذا يا سيدي أخوان إذا أجا إذا جاك مفتاح الكتاب بس إنه هذا البروبلم إيه قال لك unstable بس ليش عد هنا عد عندي 3 reaction يلا عد الممبرات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 و 3 كم 13 عدد الجوينت 1 2 3 4 5 6 7 7 في 2 يساوي 14 هسه 13 ناقص 14 سالب 1 يعني هذا انجت انستيبل ايوه انستيبل فبتعد والله عد يا اخوان مش ليش العظيم هذا مثلثات اموري تمام طيب يلا عد 3 reaction زائد يلا عد معي 1 2 3 4 5 6 7 هون ما في نقاط بالنص معناته ايش 8 9 10 11 صار كم 14 يلا الجوينتات 1 2 3 4 5 6 6 2 12 معناته هذا indeterminate second order second degree هيو فعد بس عبارة عن عد هذا إذا ما جاكم بالكوز الأول بيجيكم بالكوز الثاني هاي كل اللي حكيناهم أول بخصوص التراس ديترمنسي لهون بنوقف إن شاء الله بالفيديوهات الجاية مراجعات الجاية نحاول نشرح الجوينت ميثود والسكشن ميثود ونفوت بشابتر 4 كانوا العيد عطلة فبنقدر نمشي بأسبوع العيد نعمل مراجعات قد ما بدنا نشرح الزيرو فورس ممبر والسبت راح يخلصوا شابتر 3 يا سيدي العاد الخميس بنكون مخلصين شابتر 3 بنمشي مع الدكتور ان شاء الله ان شاء الله كثير في كتب ستراكشر بالحياة يعني لو بدي ارجع كتب ستراكشر في عندي انا هذا كتاب كان معتمد الدكتور هاشم كثير افكاره حق وصلته بس الواحد صعب انه يبعث كتب ستراكشر كثير الطالب بينعجب يعني هذا الدرس كنت اشرحه اياه بالستاتيك اقول اذا في واحد اذا في عندي لود وعندي تو رياكشن هذا ديتيرمنت الله يعافيك سيما يعني في كثير كتب ستراكشر بتخلي الواحد يتعلم هاي كلهم موكات للجوينت ميثود والسكشن ميثود ف هذول يعني الكتب وهذا كتاب في كثير اسئله والدكتور ياسر بجيب يعني ممكن اجيب لكم هاي عادي تحلوها في كثير كمان كتب هذا يعني الستراكشر مش كتاب ولا علم صغير بالعكس هو علم كامل بس اذا فهمت انت المبدا الاساسي بتقدر تحل اي سؤال باي كتاب بالعالم فمش مشكله انت تذكر